بخواهم که این کلام و این در طول بودن تکنولوژی با دین یک امر خیلی خوبیه اگر بتونیمش استفاده کنیم، اما ظهوراتش در جوامع بشری کاملا منفیه و هر جا که تکنولوژی اونجا وارد شده مثلا ماهواره اینترنت، بیشتر از اون چی که مایه استفاده باشه، مایه منفعت باشه که فقط یه قشر خاصی مثل محققه و متفکرین در علوم سراغ این قسمت میرن، بقیه جامعه که عوام جامعه هستن بیشتر ایجاد فساد کرده و باز ظهورات اونو میتونیم در کانون خانواده و در رشد و تربیت نسلی که داره شکل میگیره مثل نسل چهارم این انقلاب ما که تازه تکنولوژی تو این دهه، تو این دو سه دهه اخیر خیلی رواج پیدا کرده و همه میتونن استفاده کنن از اینترنت در ایران. البته میگم موضوع ایران، میبینیم که نسل چهارم کاملا از ادبیات دینی دور افتادن و کاملا از پوسته دین، چیزی جز پوسته دین برای کودکانی که دارن رشد میکنن باقی نمونده. این پیوستگی که شما میفرمایید و ما چجوری میتونیم شکل بدیم، چجوری میتونیم الهام کنیم؟ كما تفضلتم، اذا استحسننا الاستفاده من الفضائيات والتقنيات لصالح الدين الكلام سليم. اما نرى في المجتمعات، بالاخص في المجتمعات الاسلاميه والعالم الثالث واخيرا في ايران بالنسبه للنسل الرابع والجيل الرابع في ايران، نرى ان ابتعادهم عن الدين اكثر واكثر حسب دراساتي في الدول المختلفة. وأؤكد في إيران أرى أن الشباب وبالأخص الأطفال يبتعدون وينسون الدين بسبب الفضائيات والتقنيات الموجودة الأخيرة. كيف نستطيع أن نلائم التقنيات والفضائيات مع الدين أو الدين مع أحيانا الفضائيات؟ سبحان الله سبحان الله، هلا أنت مترجم عظيم وهو بيحكي حلو، وين في راس سلمان ترجم الكتاب باللغة العربية. أنا أشكي أنه المنحة، أفتكر أن المنحة الذي يؤخذ من الإيرانيين في الجيل الرابع كما تقولون ليس هو الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي كما تعرف الآن يمكن مليون طفل صاروا حافظين الآن في القرآن، هذا لم يكن في أي وقت مضى في التاريخ أن المعلم محمد الحبيب حتى أستاذ يوسف إعلامي إلى جواره إعلامي، أخي كان مدير إعلامية هنا. أقول الإيران اليوم وحتى في جيلها الصغير الآن سوف يسبق الآيات الأولى الكبرى في مسألة دينية. لماذا؟ مثلا هذا القول ضد محمد سوف يستفز بهم الحب لمحمد. كان ممكن يحكوا على محمد صلوات الله على محمد وعلى محمد، كان ممكن يحكى عليه من بعيد ولا نسمع، لكن الآن التلفزيون ينقل إلينا، الإنترنت ينقل إلينا، فأطفالنا في إيران وفي غير إيران سوف ينبثق منهم مثل العمالقة من أجل الدين، ونحن واثقون بهذا الكلام ونراه، يعني بقلوبنا نرى هذا الكلام، فلا تخافوا ولا تحزنوا، إن أبناء من أيام سيدنا محمد يقول لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس، فكيف بهذه الأيام؟ عندي أخ له أولاد، صبي وبنت في غريب في فرنسا، فرنسا يعني فلان إلى آخره، ومع ذلك لقد حمل لي ابن مجد ابن غريب، حمل لي من الأسرار عن الإمام علي وعن الأئمة من الإنترنت ما لم أكن أعلمه أنا. من فرنسا؟ نعم. ولذلك أنا أطمئن السيد كريم، أطمئنه وأطمئن عائلته وأطمئن بلاده
أن أطفالنا بخير وأن آباءهم وأمهاتهم سيشكرون من أجلهم. عليكم السلام. كنا عم نذكرك بالترجمة. هذا كتاب دكتور فراس ترجمه.